السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد اليوم، عندنا تحديث جديد لأداة حفيدك GSM الإصدار الثاني. بنشرح طريقة تثبيت الإصدار وشو التحديث اللي صار عليه ونشرح الأداة. يا ريت بالبداية إذا ما كنت مشترك بالقناة تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد. أول شيء راح أحط لك رابط موجود بالوصف، بتفك ضغط الرابط الملف وبتبلش عملية تنصيب الأداة. أهم شيء أنك تكون مسحت الإصدار القديم بشكل كامل، تمسح الإصدار القديم وتبلش تثبيت الإصدار الجديد لأنه الملفات اختلفت. الإصدار القديم كان فيه أداتين، كل أداة منفصلة عن الأخرى. في هذا الإصدار تم دمج الأداتين في أداة واحد. طريقة التثبيت بعد ما يفتح معك تعمل تالي 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 ليكتمل معك عملية التثبيت ويعد معك ويخلص بشكل كامل. أنا مثبت الأداة، ما في داعي أكمل تالي تالي لأني مثبت الأداة عندي بشكل مسبق. الخطوة الثانية المهمة اللي بدونها ما راح تنجح معك الأداة بالتثبيت، لازم تدخل على الحماية وتروح على السكيورتي وتطفي الحماية بالشكل اللي أنا عملته بالضبط، مانج سيتينج، وتطفي هذا الخيار وتثبت الأداة عشان تثبت معك وهذا الملف يظهر بالشكل اللي أنتوا شايفينه. هذا مباشرة بتفتح الأداة، تفتح معك الأداة بالشكل هذا. مجرد ما فتحت معك الأداة، أول خطوة بدك تعملها لازم تسجل جهازك بالأداة عشان تشتغل معك الأداة بشكل كامل. تضغط على الرابط الموجود هون، الأرقام هاي الموجودة بنسخ معك بالشكل هذا، تضغط على أوكي بفتح معك متصفح، بتروح على خيار ريجستر وبتعمل حساب لك، يوزر نيم إيميل باسورد، وبتعيد الباسورد وبتعمل ساين أب. مباشرة راح يرجع يحولك على الشاشة الأولى، بتسجل اليوزر نيم اللي انت سجلته وكلمة السر وبتعمل لوج إن. تفتح معك الصفحة بالشكل هذا، بتروح على ريجستر سيريال ومباشرة بتعمل لصق للسيريال اللي انت نسخته وبتضغط، تنتظر الثواني ليعد 64 ثانية وبتضغط على سبمنت عشان تثبت السيريال. زي ما شفتوا السيريال نعمل ريجستر وهيك الأداة بتكون معي فعالة بشكل كامل. زي ما انتم شايفين الواجهة الأولى للأداة، في عندك هنا الخيارات اللي تم تحديثها في الأداة. عندك سامسونج MTK، تم إضافة A20S Test Point، عندك هنا شو سبورت فلاش، هاي الأشياء اللي دعمتها الأداة بشكل جديد. طبعا طريقة التفعيل هي شرحها هون برضو، هاو تو ريجستر، بفتح لك فيديو اللي أنا شرحته الآن برضو مشروح في فيديو هون، تقدر تفوت عليه وتشوف كيف الطريقة. الأداة زي ما أنتم شايفين بشكل كامل، كل جهاز له خانة بالطريقة هاي اللي أنتم شايفينها. لو أجينا على الإكزانيوم راح تلاقي هون خيارات أجهزة الإكزانيوم بشكل كامل، تختار جهازك، تختار الطريقة اللي بدك تفتح فيها بوت لودر أو FRB، بدك تعمله ضبط مصنع، شو الخيارات. هاي الخيارات الموجودة هون، في عندك الفانكشن وهي الإكزانيوم، وفي عندك هون خيارات الهواوي اللي هو الخيار الثاني. طبعا الأداة مجانية بالكامل ما عدا خيار واحد هلأ بشرحه، هو الخيار الوحيد المدفوع فيها. هون برضو هاي خيارات الهواوي، وعندك هنا هاي برضو هنا هاي الأجهزة الون بلس، وعندك هون الكوالكوم. يعني بتقدر تمشي على الأجهزة وبتقدر تعرف. لو أجيت هنا على خيار البلس هنا، هون لو كتبت كبست على اللودر بيطلع لك هنا خيارات إكزانيوم أوبو سامسونج اللي هي خيارات أجهزة الكوالكوم، وكل جهاز يعني بتختاره بفتح موديلات الخاصة المدعومة A11 A02S A34
36 A20 S زي ما انتم شايفين. يعني كل قسم مختص بأجهزة معينة. هنا أجهزة الميديا تك، لو فتنا على أجهزة الميديا تك، طبعا احنا رح نعمل عمليات فتح لأجهزة عليها فيديو توضيح بشكل كامل. يعني كل فيديو رح يكون مثلا على سبيل المثال سامسونج A20 S بأداة حفيدك، رح يكون الفيديو يشرح طريقة الـ A20 S لوحدها. كل فيديو رح نعمل منفصل للجهاز شو بتوفر عنا أجهزة عشان الناس تساعدها بأنه الطريقة تكون مبسطة وسهلة ويدخل بالخيارات يكون عارف شو اللي بيعمله مباشرة. لو رحنا على خيار السامسونج بيطلع لنا هنا أجهزة السامسونج المدعومة زي ما انتم شايفين، وهي أجهزة الـ M11 الـ A20 S الكذا، هي كل الأجهزة. في خيار الفانكشن هنا برضو الـ QR للـ FRB، وضع الداونلود مود، الروت الـ ADB. طبعا فيها خيار اللي هو خيار الـ MDM، هو الخيار الوحيد في الأداة اللي هو مدفوع. هذا الخيار خيار الـ MDM هذا الوحيد المدفوع، واللي بده يفعله يعني تفعيله مرة واحدة مدى الحياة. بده يتواصل على الواتساب موجود في الأداة في هاي المنطقة مع صاحب الأداة مباشرة أستاذ عماد، ويفعل الخيار عشان، وطبعا التفعيل مرة واحدة مدى الحياة هو الخيار الوحيد اللي المدفوع في الأداة. والأم دي أم لأصحاب المحلات بيعرفوا كم هو مهم، كم في عليه مشاكل في أجهزة الأم دي أم، وبحل لك مشكلة كبيرة. هنا أجهزة الآيتل برضو الأجهزة المدعومة زي ما أنتم شايفين. عندك هنا أجهزة الأوبو برضو نفس الشيء، اختار موديل جهازك FRB، بتشوف الخيار الموجود له اللي هو عن طريق التست بوينت أو كوالكوم أو عن طريق الآيديال. بدك تشوف شو الطريقة حسب الخيار الموجود. يعني هون مكتوب عليه ميديا تك زي ما انتم شايفين، هون في اشياء مكتوب عليها كوالكوم، فبدك تنتبه شو الخيار اللي داعمه الجهاز تشتغل عليه. نروح على الفيفو، برضو عندنا الفيفو زي ما انتم شايفين، هاي الاجهزة الفيفو متوفرة. بنروح على الاسوس، برضه بنروح هنا على الاي او اس. هون الاي او اس بحولك على اداه حفيدك الاصدار الرابع اللي هو في اخر اصدار 4.2، برضه رح نعمل فيديو عليه بكره او بعده ان شاء الله اللي هو اخر اصدار. وفي عندكم هون خيار مهم درايفر اسمه، هذا الخيار بفتح لك هاي الخيارات. لو كل وحده ضغطت عليها اول ما تنزل الاداه، تضغط على اول وحده بتثبتها، الثانيه بتثبتها، الثالثه، بتمشي فيهم بالتسلسل لغاية ما تنتهي لآخر خيار هنا. وهاي طبعا ديسيبل بدون ما تعمل آخر واحدة، تعمل هاي ديسيبل اللي هو آخر خيار. هاي بتثبت لك كل تعريفات الأندرويد بشكل كامل، يعني كل تعريفات الأندرويد اللي بتحتاجها لهاي الأداة لأي أداة أندرويد أنت بتشتغل عليها. برضو هنا عندنا الأس بي دي، هنا خيارات أجهزة الأس بي دي، أس بي دي فلاش، أس بي دي إف أر بي. هذا كان شرح سريع للأداة. الأداة كل يوم لها تحديث، في تطوير عليها بشكل ممتاز. كثير ناس تسألني أداة تي اف تي مش شغالة كذا، افتح الأداة جرب أجهزتك عليها اللي بدك تشتغل عليها، شوفي عندك ملاحظات أعطيها لصاحب الأداة، ابعث له إياها على الماسنجر بصورة، وضح له فيها الخطأ إذا صار معك خطأ، أو يعني ممكن هو يساعدك في الطريقة المناسبة. الأداة في التطوير هذا الإصدار الثاني إلها، وهي الأداة راح تكون مجانية بالكامل، فراح يكون لها تحديثات كثير وراح تساعدكم بشغلكم بشكل كامل. إن شاء الله يعني تكون يعني الشرح وافي للأداة. وخليني هنا كمان أورجيكم اللي هو قائمة التشغيل اللي راح نشرح فيها كل جهاز لوحده. طبعا الأدوات بشكل، السلام عليكم. لو فتنا هنا على الفيديوهات، لو فتنا هنا على قوائم التشغيل
راح تلاقوا عندكم قوائم تشغيل كل أداة، هي أداة حفيدك جي اس ام، راح تلاقوا كل الفيديوهات اللي مشرحها حفيدك جي اس ام في هذا الخيار. هون أداة اي ريموفال برو، هون أداة تي اف تي رام ديسك، هون أداة اي باي باس برو مهم كتير كل بيستخدمها، اف دبليو ان لوك تولز، كل أداة فيديوهاتها خاصة فيها. تي اف تي ان لوك فري زي ما شايفين 28 فيديو، راح نشتغل على أداة حفيدك جي اس ام برضو نفس الموضوع، كل جهاز نعمل عليه فيديو عشان انت لما تدخل تعمل بحث عليه او تدخل على قائمة التشغيل تلاقي الفيديو للجهاز تبعك وتشتغله بشكل مباشر. انلوك تولز اي اف تي اي تي انلوك حفيدك اي كلاود، كل الادوات بشكل عام وشرحها موجود بالقناة. يا ريت لا تنسونا من اللايك والاشتراك بالقناة. نراكم على خير إن شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.